طمنا على حراسة المرمى، هل في أي رؤية؟ الشناوي الماتش الجاي موجود، في حد غير الشناوي؟ هل في كواليس بتتقال في فكرة حراسة المرمى؟ لا، الشناوي هيكون موجود اللقاء القادم بشكل عادي جدا جدا. الشناوي الكل يعلم مدى أهميته في حراسة مرمى منتخبنا الوطني، وزي ما أنا قلت لك في البداية البعض بيغصوا في بعض الأحيان لأن عارفين قيمة الشناوي وعارفين أن الشناوي دايما بيتألق وكثيرا ما تحمل مسؤولية وشال المنتخب في أوقات صعبة جدا. لكن لو بنتكلم بشكل واقعي زي ما قلت لك الهدفين كان فيهم صعوبة شديدة جدا، بالتحديد الهدف الثاني اللي كان فيه بعض من عدم التوفيق. لكن فيتوريا يعلم قيمة قائده محمد الشناوي وان هو واحد من اهم اللعيبة ليس فقط على ارض الملعب لكن كقائد داخل غرف خلع الملابس. الشناوي وحجازي بالتحديد من اللعيبة اللي ليهم دور قيادي ودور تحفيزي لكل اللعيبة دائما وابدا، واللعيبة بتكن لهم كل الاحترام والتقدير. طيب عظيم، الجو بقى عامل ايه؟ يعني الجو واضح انه اللعيبة، انا ببص على التيشيرت بتاع اللعيب تقريبا كله مية يعني، فوصف لنا كده حال المباراة مع درجة الحرارة اللي موجود. حالة الجو صعبة جدا 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 لا تتخيل. يعني احنا بنبقى قاعدين في المدرجات بنشاهد اللقاءات وبنشعر بتعب واعياء شديد، ما بالك اللعيبة. لكن اللي قاله الشناوي واللي قاله روي فيتوريا قبل ماتش المنتخب اللي فات امام غانا ان عامل الجو ده على كل الفرق هو نسبة الرطوبة عالية جدا. يمكن توقيت ماتش غانا التاني كان مختلف عن توقيت اللقاء الاول امام موزمبيق، ده كان الساعة 5 بتوقيت ابيجان، التاني كان الساعة 8. توقيت لقاء غانا يمكن كان نسبة او سرعة الرياح كانت اعلى شوية، فده ممكن يخلي فيه نسمة هواء تهدي شوية الرطوبة العالية، لكن الرطوبة ما بتنزلش يعني ايا كان صباحا او مساء نسبتها تتخطى ال 80%، فدي نسبة رطوبة عالية جدا. وابيجان نسبة الرطوبة فيها اعلى من سان بيدرو، من بواكيه، من بعض المدن التانية اللي موجودة في كوت ديفوار. وقد يكون خير باذن الله ان في حاله ان احنا طلعنا تاني مجموعه ان شاء الله بعد ما نكسب منتخب كاب فيردي نقابل التاني من مجموعه المغرب، بقى ممكن تقابل منتخب الكونغو او منتخب زامبيا. في الحاله دي هتسافر لسان بيدرو، سان بيدرو الرطوبه هناك افضل شويه والاجواء افضل شويه، بعدها قد تعود باذن الله الى ابيجان. نتفائل خير لكن رفقا بلاعبي منتخبنا الوطني لانهم في النهايه بني ادمين وليسوا فقط لاعبي كره قدم وبيتابعوا كل ما يقال، وخاصه ان الاماني ممكنه احنا لسه فيها. يعني انت تكسب الماتش الجاي باذن الله قدام كاب فيردي الدنيا تتعدل وتختلف تماما باذن الله. ايمن انا بشكرك جدا وبشكر كل فريق العمل الخاص باون تايم سبورتس، كما عودتونا دايما مستوى رائع في التغطيه والاداء، وانا عارف ان هو مجهود كبير جدا عشان تطلع معانا دقائق، في ناس امام الكاميرا زيك وناس خلف الكاميرا، انا بوجه لهم شكر كبير وان شاء الله بالتوفيق ليكم ولفريقنا القومي وترجعوا بالسلامه ان شاء الله. شكرا جزيلا.